أنا أسمعها من أغلب قادة الإطار، وليس هناك أي نوع من التذمر بين قادة الإطار لإداء السيد السوداني، بل على العكس اجتماعهم الأخير قبل شهر محرم، قبل يعني 10 محرم، كان الاجتماع بالاتفاق بوجود السيد السوداني، هم راضون وداعمون لحكومة السوداني ويرغبون بأن تبدأ تعليمات الموازنة في التنفيذ بأسرع وقت ممكن. هذا اللي أنا أعرفه من خلال الواقع اللي أنا أشاهده وعن قرب منه. يا دكتور عدنان، انت كلش قريب من الكالوس وتدري بالمكشف والمغطى بيناتنا الله، وانا بنفس الوقت اتمنى ان اشاركك ما تذهب اليه، لكن الواقع يخالف هذا، وبدليل انه لقاء السوداني مع الاطار هو بمثابه تجديد بيعه. والشيء الثاني، عندما تقول ان للاطار جمهور، فان مهمه رئيس الوزراء ليست ارضاء جمهور الاطار بقدر ما ارضاء برنامجه الحكومي وارضاء العراقيين. هذا الاختزال للاطار وكأنه الإطار والسوداني والحكومة وجمهور الإطار هو الذي يجب أن يعمل عليه السوداني حتى باكر جمهور الإطار يعيد انتخاب الإطار. هذا لست مني، أنت ما قلت هذا. لا، هذا كلام مو صحيح، مو دقيق يا اخوي. مو انت قلت نعم. لا هو انا قلت هكذا، وانا اؤكد عليه. الان ليس هناك نوع من الضغوطات على السوداني من قبل القوى السياسيه، لان القوى السياسيه هناك تخادم مصالح بين الطرفين. السيد السوداني يقدم خدمات يرضى عنها الجمهور، يرضى عنها الاطار سياسيا، ايضا الاطار يقدم الدعم داخل مجلس النواب لكل برامج السيد السوداني، وان اختلف بداخل مشروع الموازنة بشيء من يا دكتور عدنان، أنت الآن أجبت ضمنيا عن تأثيرات القوى السياسية على رئيس الوزراء، وقلت أن السيد السوداني يقدم خدمات يرضى عليها الإطار، فبالتالي الرضا مشروطا برضا الإطار التنسيقي، يعني هاي واضحة. هذا لازم يقبل الإطار، وإن لم يقبل الإطار لا يمشي. بالتأكيد الإطار اليوم لديه قوى سياسية ولديها جمهور، وهو الذي رشح السيد السوداني، وبالتالي عندما يجد السوداني يعني مشاريعه لا تتناسب مع الاتفاق مع القوى السياسية في مسألة المشاريع وغيرها، بالتأكيد لديهم الخبرة والإمكانية أن ينصحوه أو يتناقشوا معه. فلذلك الاتفاق أسبوعيا يلتقي السيد السوداني بالإطار، وبالتالي هناك حل المشاكل إذا كانت موجودة. لكن واقع الحال الآن الإطار راضي كل الرضا على السيد السوداني، لأن السوداني الآن يعمل من أجل أن يسد الثغرات في مسائل تتعلق بالخدمات، في مسائل تتعلق بالصحة، بالتربية، تطوير هذه الأمور، تنمية الواقع المعاشي المتخلف، أمور عديدة. اليوم كان لديه جملة من القرارات المهمة، لكن أتصور هذا الموضوع بالتأكيد يرضي الإطار.